لو الحكاية فيها إن فيبو. العربية دي من 2005 شغالة كده. أودي مرضى يغسلوا كلى وخدوا مروحة. لا مفيش فلوس بناخدها. اسمي جمال عبد الناصر سعيد، 64 سنة، كنت شغال في الهيئة القومية للإنتاج الحربي، خرجت معاش 1/8/2009 واشتغلت في الجمعية، جمعية القومية. واحد صاحبي قال لي في كذا، في عربية كذا كذا كذا، إيه رأيك؟ لما جيت قالوا لي قابلت اللي هو رئيس الجمعية حاج مصطفى. إيه الموضوع؟ قال له والله إحنا الناس دي بنخدمها كده بدون مقابل. بنزل الصبح اخد العربيه من عند الجمعيه، اروح اجيب الناس المرضى اللي هم غسيل كلى من البيوت، كل واحد من على حسب بيته بيغسلوا في مكان واحد، مستشفى الساحل او معهد ناصر او مستشفى الخيري، وهم من سكر رود الفرج والساحل. بعد ما بيغسلوا اخدهم اروح الصبح الساعه 7، وبعدين الساعه 10 شفت الثاني، وبعدين الساعه 12 شفت الثاني، وبعدين اخر شيفت بيبقى الساعة 1، ارجع بقى اروحه. شهر اسبوع كامل بعد يوم الجمعة. المستشفى ذات نفسها عارفة، بدليل ان انا لما بخش اي مستشفى حد يقول انت رايح فين، يعني انا باخد المريض من جوه المستشفى. اخر حالة باتت كان عم سعيد واسمها ايه وهويدة، هويدة دي رحت اجيبها من بيت لتماتي. عم سعيد كان معايا في العربية، وصلته البيت مات على باب البيت، وقبل ما ينزل من العربية مات في العربية. بعملهم كأهلي، كأهلي بالظبط، لأن أنا ضامن إن أنا ما بقاش زيهم في يوم من الأيام لو ربنا نزلته طول عمري يعني. لا طبعا.